السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا عن التبسط مع الأقارب والأحباب والزملاء. أحيانا يكون هناك نوع من التفاوت في المستوى العلمي أو المعرفي، وهذا يعني أن عليك أنت تتحكم في نفسك ولا تنتظر من الآخرين أنهم يتحكمون في طبيعة الحديث. بمعنى آخر، خاطب الناس بما يعقلون، يعني بسط العبارة، سهل المواضيع، جمل الطرح، طعم الطرح، نكه الطرح بأسلوب مبسط، بأسلوب عفوي، بأسلوب جذاب للجميع، يتقبله أدنى شخص موجود في محيطك. يعني إذا كان أقل شخص في المجلس معرفة وعلما وإدراكا فهمك، فهذا هو الشيء الجيد في التعامل الأسري والتعامل في إطار العلاقات الاجتماعية داخل الدائرة الضيقة. هناك فرق كبير جدا بين أنك تجلس في مجلس علمي ومجلس أسري. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.